دقائق قليلة لنقف على سرعة هذا الأرنب، سرعة مكنته من الفرار والنجاة من قبضتنا. إصرار وعزيمة هذا الشاب جعلته يعيد الكرة لنوفق هذه المرة في صيد هذا الحيوان، ولكن بصعوبة كبيرة. انا شفنا بلي سالمة النمس لا لم يدل لها والو، هي من عند ربي كيف حال تخافوا كي تلاقى بها لداخل لازم تخرج. فوالا ما ياكلها ما ياكلها ما يدل حتى حاجه، يوصل لي يخوفها هي تخرج تجري، حنا نكونوا دايرين لها شبك كما شفت. هذه هي بارك الله فيك. وكيكه بارك صيادتها شويه صعيبه، شويه صعيبه تتعب منها تجري، كاين وين تهرب، كاين وين تهرب لك باسكو كاين وما كاين دلك غيران بزاف تطلق منه، كاين اللي يخبوا واحد الغيران ما تشوفهمش، تخرج منهم وتروح وكل شيء كل حال ندو غير كاتبه تنه.